السلام نظامي، باش راكم؟ واش احوالكم؟ نتمنى تكونوا كاع ملاح في نهار اليوم وتكونوا باحسن حال كي لقاكم هذا الفيديو. الحمد لله تخي بيان، ابغ الحال بدا يسخن شويه، مي بون ديك هي تخلص الصيف كما يقول لك وقته. نتوما يا درك فاش الحال عندكم؟ الى عندكم سخانه ولا عندكم البرد خلو لي في لي كومونتير. اليوم جماعة الخير جيتكم فيديو ديفيرون، علاش اليوم ما حبيت ندير لكم فيديو بمناسبه مرور عام ولا سنه على افتتاح قناتي في اليوتيوب، قناة الجزائرية في امريكا حياة وورد. سي بوغ سا قلت ما كاش كيفاش يجوز هذا النهار بلا ما ندير فيديو ونحكي لكم على كيفاش حتى فتحت لاشين تاعي، يعني كيفاش جاتني الفكرة واش داز، يعني واش دوزت في هذا العام. في هذا العام يعني يكون ملخص تاع انجازاتي في هذا العام في لاشين تاعي. المهم لا حبيتوا تتبعوا الفيديو راكم متمين، كملوا حتى الاخر وما تنساوش انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس وتخلوا لي لايك وكومنتر وتدعموا قناتي فضلا وليس امرا. المهم جماعة الخير، انا فتحت قناة نتاعي يوم 16 ماي 2021، يعني العام اللي فات عندها عام، يعني 16 ماي 2021 جاز عليها عام. واش فيت كنا في رمضان، شوفوا جماعة كنت دايما مترددة ندير ما نديش ندير ما نديرش، يعني نفتح قناة ما نفتحش، كنت بين وبين. انا جماعة كي ربحت اللوتري وشغل كان عندي بزاف اسئلة على امريكا وكلش، وكنت ما نعرف والو على البلاد هذه، بعد يعني عندنا فكرة عليها. ميم اللوتري كي ربحت انا وراجلي ما كانش عندنا فكرة يعني على الاجراءات واش ندير واش ما نديروش هكا. من بعد شو صعبت لنا دي فوا تلقى المعلومة، معلومة دي فوا ماكش متاكد من المعلومه، شغل ميم سي يعطوك المعلومه ماكش متاكد منها كلش. دي فوا تروح لي جروب ما يريبونديوكش، دي فوا تبعث للغاشي في البريفي هكا عايشين تما ما يريبونديوكش. تما بقات لي واحد الحرقه في قلبي كيما يقولوا، قلت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كي نطلع على الامريكان، يعني كي ندير الفيزا نتاعي ونطلع على الامريكان ان شاء الله ندير قناه على اليوتيوب ونفيد بها الجاليه نتاعي، يعني بالخصوص يعني بالاولويه درجة الاولى يعني الجاليه الجزائريه. وعلاش لا الجاليات واحد اخرين بالك تونسي بالك مغربيه بالك، يعني لي فهموا لهجتي بوكو بلوس، باسكو انا نهضر لهجه يعني جزائريه ماشي نهضر لغه يعني لغه بيضاء او لغه عربيه فصحى. دونك علاش لا قلت نفتح قناه ونعاون بها بالحاجه اللي نقدر، اقل حاجه نقدر نعاون بها هي المعلومه. راح نحكي على مواضيع لوتري يعني نفيدهم بتجربتي الشخصيه، بس انا سي بون راني وليت اكسبير في اللوتري، جوزت اكثر من عام ونص وحنا نستناو وعلى بالنا كاع شنو هما المراحل، وكنت داخله في بزاف لي جروب يعني فيسبوك وماسنجر وصفحات على الفيسبوك وكلش. دونك ما عندكم ما تخموا، اللي عنده اي سؤال راح يلقى الاجابه عندي. وثانيت يعني ماشي غير على اللوتري، حبيت ندير لكم هكا باش تشوفوا الحياه في امريكا، شويه السياحه يعني اماكن سياحيه، التحواس، الترفيه، الضحكه، قصره، يعني ام بارتو. يعني من جهه كنت حابه ندير القناه باش نفيدكم يعني على القرعه على الاجراءات وعلى الحياه في امريكا والتحواس السياحه كلش، ومن جهه واحده اخرى شغل متنفس ليا انا بما انه راني وحدي في الغربه بعيده على اهلي بعيده على ناسي، يعني عندي برك راجلي ووليدي هنا، ما عندي حتى واحد نقصر معاه، ما عندي حتى واحد نفتح له قلبي. دونك هكا كي نفتح الكاميرا ولا نفتح الكاميرا ونبدا نقصر معاكم شغل راني نحي على خاطري وكما يقول لك مفرغ واش كاين في قلبي ونرتاح، ولا نرتاح نقصر معاكم دي فوا في لايف ثاني. شغل هذه قلت هذه القناه راح تكون متنفس للمتابعين تاعي وراح تكون متنفس ليا انا شخصيا، يعني نقصر فيها نحي على خاطري ندير حاجه نحبها باسكو هذا الحاجه نحبها بزاف. انا ميم سي راكوش تشوف وجهي، يعني كاين بزاف اللي كانوا يقولوا لي حياه علاش ما تبينيش وعندك وجهك، علاش ما تبينيش وجهك. هذه هي يعني في الوقت الحالي هكا راح نبان لكم. المهم كما قلت لكم انا فيا هذه تاع نحبها كنقابل الكاميرا ونهضر، شغل ميم سي ماهوش يبان وجهي مي هذا الشيء في دمي ونحبه ونحب نهضر بزاف ما على باليش. بالك كي كنت في دومين التعليم في سكاطا في التعليم الهضره والشرح وكلش والخدمه باليدين، بالك سي بوغ سا بالك سي بوغ سا راني نحب نهضر هكا وندير الفيديوهات. المهم جماعه الخير قلت لكم فتحتها على جال هذا الشيء، شفت كنا في رمضان وراجلي اكيد اكيد شدعني قال لي قهوه هاد مادام حاجه حبيتيها ديري ها وحاجه فيها فايده ليك وكلش، يعني ما خممتش على المدخول ما خممت على حتى حاجه واحده اخرى. قلت لكم خممت اني نفيد باسكو انا جست من هذه يعني الحاله، وخاطش ما كنتش نلقى وخاصه يعني ما كانوش بزاف هكا كي تروحوا تقلبوا في اليوتيوب ما تلقاوش بزاف القنوات هكا تاع نساء ولا رجال شباب يعني جزائري. مامي وليدي ياسين حاضر،
كالعاده قلت لكم ما تلقاوش ديشان هكا اللي ديشان يوتيوب اللي يفهموكم اللي يوروا لكم. وللاسف نلقاو مثلا الجاليه المغربيه دايرين عندهم يعني تلقاو بزاف اللي دايرين ديشان يوتيوب اللي دايرين صفحات على الفيسبوك جروبات اللي يعاونوا بهم الجاليه نتاعهم، ولكن حنا الجاليه نتاعنا شويه الحاله ناقصه يعني ما كاش بزاف ناس يعني كيما يقول لك متنشطه في هذا الدومين. سي بوغ سا قلت علاش لا ماني خاسره والو، وقلت خلي بنسي سيدي نسي زهري ونشوف. وما نكذبش عليكم حبيت هذا الدومين بالبزاف راني شور بديت بشويه بديتها بلي فيديو تاع اللوتري. المهم قناتي ما سميتهاش على اللوتري ولا لانه القناه تاعي ماهيش مختصه باللوتري، قناه تاعي سميتها جزائريه في امريكا حياه سورد، يعني قناتي متنوعه المحتوى فيها يعني فيها فلوجات فيها لايفات فيها روتينات. شفتوا في رمضان اللي كنتوا تتبعوني درت لكم روتينات تاع رمضان، كي نخرج ندير لكم فلوجات تحويسات، ندير لكم معلومات هكا دي سوجي على الحياه في امريكا كما درت لكم على لاسيرونس، درت لكم يعني وراني ان شاء الله نوجد باش ندير لكم حوايج ما خير. وخاطرش كاين بزاف زعما دي فوا يدخلوا لي الغاشي يقولوا لي لقينا قناتك تهضر على قرعه قرعه، يعني انا القناه نتاعي راهي منوعه والقرعه نهضر عليها بزاف سورتو كي تكون لا بيريود نتاعها كيما دوكا ان شاء الله. بون في القناه تاعي راني درت بزاف دي فيديو على القرعه ومراحل تاع بعد القرعه كلش، وان شاء الله راح نزيد ندير لانه انا راني ندير هذو المواضيع لانه انا جيت الامريكان عن طريق الفوز في قرعه الهجره الامريكيه ولا اللوتري. سي بوغ سا نحب نشارككم معلومات اللي نعرفهم، وخاصه راني نشوف لي جروب باللي معظم الفائزين راهم بحرين ما عندهمش من يجيبوا المعلومه. دونك نتمنى اي واحد يكون رابح في اللوتري وراه مبحر وجماعه يعني بس دخلوا لي بزاف جماعه جداد اللي ربحوا اللوتري، يعني لا تعرفوا اي واحد راه مبحر وما يعرفش القناه تاعي ولو القناه نتاعي واجركم على الله. راني نسي نبارطاجي فيها الماكسيموم وما بايش دي فوا يقبلوا يبارطاجيوها لي، دي فوا ما يقبلوش يبارطاجيوها لي. وانا والله كما يقول لك البيت الوحيد نتاعي هو انه نفيدكم. هذا ما كان الا تحكوا على المدخل ولا صح اليوتيوب فيه المدخل، ولكن المدخل تاعو ضئيل 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 جدا، يعني ما يعيشك ما يوكلك ما يلبسك ما يشربك ما يدير والو. تما كي تشوفونا زعما نقولوا دعموا قناه ماشي زعما شغل على جال دراهم ولا صح. نقول لكم يوتيوب فيه مدخل بالنسبه للناس اللي قنواتها بزاف 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 كبار عندها مليون ولا زود ملايين تاع المتابعين المشتركين ويعني من مختلف انحاء العالم، هذوك نقول لك صح يدخلوا. ولكن بالنسبه للناس عندها 400 ابوني 500 ابوني مشاهدات بزاف منخفضه، يعني واش نقول لكم يعني ما تقولوش كاع بلي رانا كاين اللي يقول لك هاكي دخلي دراهم على ظهرنا كاين هكا هكا. المهم هذه باك حبيت نقولها لكم بلي يعني انا الهدف نتاعي من وراء ما نقول لكمش ما حبيتش يعني مصدر رزق واحد اخر، يعني ما كاش اللي يقول لك ما فتحت اليوتيوب باش ما ندخلش دراهم. صح دخل دراهم، ولكن قلت لكم في البدايه يعني المبلغ بزاف 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 هابط، يعني ما تدخلوش حاجه كبيره. وما نكذبش عليكم يعني اليوتيوب فيه مجهود بزاف كبير، يعني جماعه اللي عندهم ماما جماعه اللي عندهم قنوات راهم يعرفوا هذا الشيء، اللي ما يكونش بالك في الدومين ما يعرفش، ولكن فيها بزاف مجهودات تعب ديري مونتاج صوري دي فوا تخرج برا باش تستمتع باللحظات تروح تصور هذاك الشيء، تسمى فيها بزاف الوسمو. ولكن كما يقول لك اللي يحب يشبح ما يقول احنا حبينا هذا الشيء وانا حابين نكملوا فيه. وهذه زعما باش نحكي لكم هكا برك. وثاني تيك ما تنساوش الوسم والانتقادات، انا دي فوا كانوا يقولوا لي علاش راكي في الماريكان وراكي تاكلي على اليوتيوب روحي تخدمي روحي هكا روحي هكا. كما قلت لكم اليوتيوب انا بالنسبه ليا شغل هو مجرد فسحه هكا ليا نعبر فيها على روحي نهضر فيها نقصر فيها معاكم. وثاني تيك واش نقول لكم في العام هذا ربحت بزاف علاقات مع بلادي جزائري وحتى ولاد بلادي، ثاني تيك ربحت علاقات هايله وان شاء الله نزيد نتعرف عليكم اكثر ماكثر. وان شاء الله شكون يعرف بالك كي نحبط الجزائر ان شاء الله راح نديروا لما نتلاقاو في بلاصه هكا لساعتكم كامل، يعني شرف ليا. وبالك نتوما ثاني تيك تجوا هنا لامريكا وتجوا نيو جيرسي ونقدر نعاونكم ونتلاقاكم وتولوا ديراني، يعني كما يقول لك هذا الشيء يفرحني بزاف بزاف بزاف. هذه هي جماعه الخير. وكاين ثاني تيك بالنسبه
حبيت ثاني تيك زعما بالمناسبه ندير لكم فيديو تعريفي على روحي، باسكو كاين بزاف بنات دخلوا لي جداد راهم يسقسوني اسئله واسمك مش من ولايه هكا هكا، وكاين اللي قالوا لي ديرنا فيديو تعريفي باش تعرفين على روحك باسكو حنا جداد عندك وما نعرفوكش. دونك هاوليك وليدي يبكي، ما يخلينيش. هاكو تشوفوا واحده من الصعوبات هي ان كل ما تربط كاميرا باش تصور يبدا وليدك يبكي. انا مشكل تبقى تصور تكوبي صور تكوبي صور تكوبي. دونك بخلف الكواليس ما نحكي لكمش ما تشوفوش خير. كما قلت لكم حبيت ندير لكم فيديو تعريفي هكا باش تعرفوني جماعه جداد. بون اسمي حياه من ولايه بومرداس بالضبط، و تحصلت على واسمع تحصلت ربحت في اللوتري لوتري سنة 2018 يعني من بعد جبت الفيزا في 2019 على بالكم عام بيناتهم، وكنت متزوجة في ولاية زوزو. وسؤالي يلحقني بزاف بو عندي 30 سنة، سؤالي يلحقني إلا انت قبيلية حياة عندك لاكسون كابل قبيلية، بو أنا مش قبيلية أنا عربية من ولاية بومرداس كما قلت لكم، ولكن الزوج نتاعي قبيل من ولاية زوزو. دونك أنايا سكنت في بومرداس ومن بعد كي تزوجت رحت عشت في زوزو، عشت فيها مدة عامين تيزيفيل. وشنو تاني بالنسبة للقراية، قريت عندي ماستر لغة انجليزية من جامعة بومرداس كلية الحقوق كلية الحقوق استغفر الله يا ربي شنو نقول كلية العلوم ولاية بومرداس، وخدمت كنت في الجزائر كنت نخدم أستاذة اللغة الإنجليزية في الثانوي. قلت لك خدمت بزاف لي ليسي بالنسبة للناس اللي يعرفوا بومرداس، خدمت في بودوا وخدمت في الفيقي، خدمت في حمادي، خدمت وين تاني، خدمت في الثنية يعني اخر ليسي خدمت فيه هو ليسي تاع الثنية ولاية بومرداس، يعني ولايتي اللي توحشتها بزاف. واش نقول لكم ثاني بالنسبه لراجلي كيف كان استاذ اللغه الفرنسيه في السويام ولاية بومرداس، وتحصلنا على اللوتري انا اللي ربحت يعني الخطره الاولى اللي لعبت في اللوتري الخطره الاولى اللي ربحت، خاطرش كاين يسمعوا راجل يهضر بالانجلي قالوا لي حياتك كيفاش تعلم لغه انجليزيه، راجلي بزاف شاطر، ماشي راجلي شاطر في الهضره، راجلي شغل اللي يصدم شغل ميم سي ما يعرفش كي جا في الاول ما كانش يعرف 100%. بون هو عنده هو عنده ليسونس في الترجمه، والترجمه نتاعهم كانت عربيه فرونسي انجلي، دونك قرا انجلي وكانت عنده شغل كيما يقول لك باك جراوند في الانجلي، كانت عنده خلفيه سما ما لقاش مشكله، ما كانش يعرف يهضر انجلي 100%، ولكن كي جا لهنا مع هو يصدم ويهضر وما يحشمش ومع خدم يعني وخالط لي زاميريكا وخالط يعني الناس تهضر بالانجلي كلش، دونك حسن من اللغه نتاعو. كيما قلت لكم انا راجلي ما يحشمش كامل، قال لي زعما هكا كي زعما باغ اكزومبل دوكا. بون هذا بالنسبه للتعريف على روحي، يعني جو بونس هادو هما الاسئله اللي نقدر نعرفكم بهم على روحي. بون عندي طفل واحد واسمه ياسين سيفاكس، عنده تقريبا نقولوا 19 شهر يعني هكذاك تقريبا 19 شهر، وكانت عندي المولوده الاولى طفله واللي كنت فقدتها في الجزائر ربي يرحمها طير من طيور الجنه. هذه هي من عائلة بسيطة، ربحنا في لوتري جينا لأمريكا ما كناش دايرين هجرة في بالنا، وهذه هي بالنسبة للتعريف على روحي. لا كاين حاجة ما قلتها لكمش قولوها لي في لي كومونتير، سقسوني في لي كومونتير واكيد راني نجاوبكم. المهم جماعة الخير باش ما نطولش عليكم، يعني حبيت ندير فيديو خفيف ظريف يعني في العام هذا كامل الحمد لله درت فيديوهات شابين على القرعة، درت تحواز، درت هكا وثاني تيك نوعت. بون تكساس انا يعني بالنسبه للناس ما على بالهمش انا كي جيت من الجزائر شغل ما جيتش ديريكت لنيو جيرسي، جيت ستيت الاولى اللي جاتها الامريكان هي وسمع تكساس. مالوغوزمون كي كنت في تكساس ما كنت فاتحه القناه تاعي يعني ما عندي حتى فيديوهات في تكساس، ريحت شهرين في تكساس ابخي حولت الولايه واسمها الكناريكات، يعني في الكناريكات اللي فتحت لكم لاشين هذه دايوغ عندي واحد زوج فيديوهات ثلاثه هكا عرفتكم فيها على الكناريكات، ديتكم تحوسوا على الكناريكات. يعني بالنسبه للمهاجرين جداد ولايه مليحه وهايله يعني اللي حاب يجي ليها كبداية. وفي جوال اللي فات يعني في الكناريكات ريحت واحد 7 شهور هكاك،
ابخي في اوت اللي فات تاع الصيف اللي فات جينا نيو جيرسي، دونك عندي واحد 8 شهور هكاك تقريبا في نيو جيرسي من اوت اللي فات، وانا مستقره في نيو جيرسي وما نعرف الله اعلم الا راح نبدل راح نبدل. سما قلت لكم درت لكم شويه فيديوهات في الكانريكت، ودرت لكم اكثريه الفيديوهات راهي هنايا في نيو جيرسي، والقادم افضل ان شاء الله. راني دائما يعني نسعى اني نطور المحتوى نتاعي، سواء في التصوير سواء في المونتاج سواء مع بالش انايا الاجابه على الاسئله تاعكم الكومونتيرات نتاعكم، يعني على بالي مانيش يعني في القمه 100%، لازم نتعلم بزاف حوايج ولازم نطور من روحي اكثر، ونتمنى دعمكم. صدقوني صح انا في العام هذا ما طلعوليش بزاف كيما يقول لك اشتراكات مازالها ضعيفه، مي معليش عباكم صح اللي راه في الدومين يحس. شوفوا دي فوا نديروا فيديو نتعبوا عليه كلش وكلش بعد ما نلقاوش فيه مشاهدات من بعد نولوا نفشلوا. انا شخصيا صرات لي بزاف، قلت لكم نشقى نتعب نصور وليدي هاكو شوفوا يبكي دي فوا يجي يجبدني دي فوا هكا هكا نجي ندير المونتاج يجي هذا قدامي هكا، شغل بزاف صعوبات باش نخرج لكم بهذاك الفيديو من بعد ما تلقاوش مشاهدات وكلش. صح دي فوا نعجز شغل نفشل نقول سي بو ما كاش تفاعل وكلش، خلي ما نزيدش ندير خلي نحبس دي فوا نريح بوما ونعاود نولي، ولكن هذا هو اليوتيوب يعني حاجه ما تجيب السهل. وانا ما نكذبش عليكم كيما البارح كنت نصور قلت له راجلي حلمي 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 اني لاشين تاعي تكبر يعني تولي عندي شان كبيره هكا فيها بزاف المشتركين وهكا حلمي. انا هكا راني حابه نوصل باذن الله، ولكن على بالي باللي لازم الصبر 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 بلا عبر كيما نقول لكم. عام واحد مازال لحقش ميم با 5000 ابوني، معليش كما يقول لك البركه في القليل. ان شاء الله ان شاء الله القناه نتاعي يعرفوها الناس بالعقل بالعقل، اكيد بالخدمه نتاعي وبالمحتوى الشباب النظيف وهذه هي. وإلى حبيتو بيان سور انا دائما نقول لكم فضلا وليس امرا، اللي يحب يدعمني ويحب يبارطاجي لي فيديو نتاعي سورتو تاع القرعه باش الناس قاعد تستفاد ربي يخليكم. نشكركم كامل كامل راكم معايا، وكاين الناس اللي دائما يكومونتيو لعبكم، كاين ديزابوني سي بون حفظتهم تلمو دائما شو دائما يكومونتيو لي في لي فيديو، وسوا في اللايف يكونوا في لي فيديو يكونوا عندي راهم معايا ديزامي في الانستغرام يبعثوا لي سقس عليا كي ندير لي ستوري يعني كومونتي ويديروا لي جادوريتو. ولا غير واش نقول لكم صحيتو 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 بزاف، شو نتوما العائله نتاع الثانيه كما قلت لكم نتوما المتنافس تاعي. دي فوا كاين اللي يقول لي راكي تهضري تهضري بزاف، الله غالب سمحوا لي بلاك كي جيت انسينيون باسكو لي انسينيون هكا يهضروا يهضروا يشرحوا بلي يديروا كلش، حنا هكا دايرين الله غالب. اسمحوا لي ولا نهضر بزاف ولا ديفوا قلقتكم ولا يعني كل واحد وطبيعته هذه هي. وسقتو شوفوا يحسوا بيا بالك الناس اللي راهم في الغربه وحدهم واللي ما عندهمش ناس يهضروا معاهم، شوف دائما وحدهم. انا راجلي دائما برا خدام، وليدي مازال ما يهضرش ما عنديش مع من نهضر، شغل غير عيطت مع الدار وكلش، دونك دائما نحب نهضر ايتو. كما قلت لكم نشكركم كامل اي واحد دار لي كومونتير سواء مليح ماشي مليح، دار لي لايك دار لي اي حاجه ربي يخليكم ليا، شكرا لكم شكرا على دعمكم. يعني اباكم ديفو نتوما بالك تكتبوا كومونتير هكا خفيف تقول ما تعطولوش شغل قيمه باللي ما تعطوش هكا قيمه كبيره، مي حنايا كي نقراو هذاك الكومونتير سورتو دعاويكم جماعه الخير كي تقولوا لي ربي يحفظك ربي يخلي لك وليدك ربي يحفظ لك زوجك ربي يحفظك ربي هكا يسهل لك، عبالكم والله غير ياثر هذا الشيء بزاف بزاف فينا ويبوسينا باش نخدموا ام اكثر. هذه هي حنا رانا هنايا، انا دائما نقول لهم خطرات كيبعثوا لي سوتو هذو اللي ربحوا جداد مساكن كشغل كي نجاوبهم الاسئله تاعهم كلش يقولوا لي صافي بليزير راكي تجاوبينا، دي فوا عباد ما يجاوبوناش وكلش. نقول لهم الحاجه الوحيده ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي دعوه الخير، هذا ما كان ما نستنى منكم حتى حدا حاجه واحده اخرى، ادعوا لي دعوه الخير هذا ما كان يعني ما نسحق حتى. المهم جماعه الخير وصلنا لنهايه الفيديو، كما قلت لكم نستناو جديد راهو جاي و هابي وان يير تو ماي يوتيوب شانل. القادم افضل واجمل باذن الله، سورتو مع راه جاي الصيف وانتم مع بالي بزاف تحبوا التحواس والخرجات، دونك نشبعكم دي فلوغ والتحواس. المهم جماعه الخير لايك وكومونتير واي حاجه حبيتوا تقولوها لي، وتهلاو فرحكم بزاف بزاف الى فيديو واحد اخر. باي باي.